الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهر مفسر لمعاني القرآن الكريم في العصر الحديث، عرف ببلاغة كلماته مع بساطة الأسلوب وجمال التعبير، الأمر الذي جعله الأقرب لقلوب الجميع، إمام الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي. مدام نحن في معية الله والله لا تدركه الأبصار، فكيف تدركنا الأبصار؟ الله يفتح عليك. ولد الشعراوي في 15 من إبريل عام 1911 بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. حفظ القرآن الكريم في 11 من عمره، وأظهر نبوغا منذ الصغر في حفظه للشعر والمأثور من القول والحكم. التحق بكلية اللغة العربية عام 1937، وحصل على العالمية مع إجازة التدريس عام 1943، ثم عين بالمعهد الديني بطنطا، وانتقل بعدها للزقازيق والأسكندرية. بعد خبرة طويلة انتقل للعمل في السعودية أستاذا للشريعة بجامعة أم القرى. شغل الإمام محمد متولي الشعراوي عدة مناصب دينية، ونال أرفع الأوسمة والجوائز، وعين وزيرا للأوقاف عام 1976. بعدها تفرغ للدعوة وخواطره حول آيات القرآن الكريم التي كانت تذاع على التلفزيون المصرية، وتميز بأسلوبه ولغته البسيطة والتي سيطر بها على عقول وخواطر شريحة عظيمة من المسلمين. لأنك ساعة استنبته ذكرت المنبت. ما دام ساعة استنبت وذكرت المنبت يبقى يفضل في الحضانة على طول كده. توفي إمام الدعاء في 17 من يونيو عام 1998، لكن عمله لم ينقطع بإرثه الإيماني الكبير الذي ينتفع المسلمون به في شتى أنحاء الأرض، وصوته الذي يتردد حتى الآن بتفسير أعظم الكتب كتاب الله عز وجل، ليصبح سفير الطمأنينة عبر العقود. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أي مصيبة تصيب الإنسان أن يسترجع. معنى يسترجع يعني يقول إيه؟ إن لله وإنا إليه راجعون. وزادنا اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. من مصر عمرو موسى. أكيد أي كلام الواحد ممكن يقوله عن فضيلة الإمام العلامة محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه، واللي بيصادف اليوم ذكرى رحيله، أكيد لن يوفيه، ولكن الحديث النبوي الشريف إن الله لا يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها، لعل هذا الحديث نتمنى ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يصادف فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي اللي بالفعل جدد لهذه الأمة أمور دينها في خلال يعني السنوات والعقود الماضية، وإن شاء الله يظل إرث فضيلة الشيخ الشعراوي دائم وباقي بإذن الله. برحب بحفيدة مولانا الشيخ محمد متولي الشعراوي الأستاذة فاطمة عصام. أستاذة فاطمة أهلا وسهلا بحضرتك من ورانا. أهلا وسهلا أستاذ عمرو. أهلا بحضرتك. يعني ذكرى أكيد مش بس غالية على الأسرة، ولكن غالية على قلوب المسلمين في كل أنحاء العالم. كل من يعلم أن اليوم هو ذكرى رحيل مولانا الشعراوي رحمة الله عليه أكيد بيتذكر هذا اليوم، ويتذكر هذا الرجل بالدعوات، وبيسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والمغفرة. أرجوك قول لنا في الأسرة اليوم ده بيعدي إزاي؟ طبعا بنتذكر وقراءة القرآن بقى ودعاء لي طبعا، والحمد لله. طيب حضرتك حفيدة مولانا الشيخ الشعراوي من الوالدة الكريمة مش كده؟ تمام. ذكريات حضرتك بقى مع مولانا الشيخ الشعراوي خلف الكواليس زي ما بيقولوا كده. لا ذكريات كتير يعني من الطفولة. أرجوك احكي لنا. طبعا احنا كان طبيعة عمل والدي، كان رحمة الله عليه هو انتقل من 3 شهور، كان عمله في السعودية.
فكان الحمد لله كان جده مش محسسنا ان احنا مش معاه يعني. كان دائم الزياره لينا هناك و الصوره العمره معاه في في العمره معاه في الحج معاه الحمد لله يعني. ولحد ما رجعنا مصر بقى فتره ما دخلت الجامعه وكده واقمنا معاه بقى لحد الوفاه يعني رحمه الله عليه. طبعا اي جد بيبقى حنون، ولكن الجد لما يكون فضيلة الشيخ الشعراوي اكيد بيبقى ليه طعم خاص، ونصائحه بيبقى ليها طعم خاص، التعليمات التربيه بيبقى ليها طعم خاص. ارجوك يحكي لنا كان دايما حريص على ايه، ايه القيم والقواعد اللي كان بيرسيها فيكم كاحفاد؟ والله هو كان جد حنون جدا جدا يعني. يعني كان دايما بيحاول ما يحسسناش بانشغاله الدائم يعني. فكان حريص دايما في يومه ان لازم في نهاية اليوم يكون معانا، نقعد مع بعض، ناكل مع بعض، يتكلم معانا، يسأل ده على مدرسته، ده على جامعته، في الزواج بيدي نصايح، حتى لما كنت رايحة الجامعة نصايح بقى، خلي بالك من نفسك، مش عارف يعني الحاجات النصايح اللي ممكن ينصحها جد لحفيدته العادي يعني. لما وهي رايحة داخلة مرحلة جديدة في الزواج برضو كان دايما ينصح البنات. كان بينصح البنات بإيه؟ يا لا يعني كان قبل ما يتجوزوا كان بينصحكم لكم إيه؟ تخلي بالها على جوزها وعلى بيتها، وتحافظ على أسرار بيتها، يعني تحاول تكون زوجة صالحة إن شاء الله يعني. طيب هل كان بينحاز للحفيدات البنات على حساب الولاد؟ والله شوية فعلا يعني شوية كنا الحمد لله كنا يعني كان بيدلع يعني البنات يعني مميزين شوية جدا. طيب من الاقوال او النصائح اللي حضرتك ما تنسيهاش ابدا للجد محمد متولي الشعراوي، ويا بخت اللي يكون جده الشيخ الشعراوي الله يرحمه، ما تنسيش منه ايه النصيحه اللي عمرك ما تنسيها او سمعتيها برضو نصحها لحد برضو وعمرك ما تنسيها؟ والله هو كان دايما ينصح ان يعني إن الانسان يكون راضي بقضاء ربنا، ان الانسان ما يقفلش على لو حزن او حاجه ما يقفلش على نفسه وعلى حزنه. يعني الرضا بالقضاء ده بيخلي الحزن خلاص يمشي. يعني طبعا دي من الحاجات اللي ومعامله الناس بالمعروف والمعامله الحسنه مع اي حد وفي اي وقت، وحسن الظن، ويعني الحمد لله حاجات كتيره صراحه يعني. طيب احنا من واحنا صغيرين كنا بنشوفها كمان في الافعال اكتر، في افعاله طبعا اكيد يعني هنيجي طبعا على بعض المواقف. ولكن احنا واحنا صغيرين واحنا دايما طالعين بنشوف اهالينا وهم دايما خواطر فضل الشيخ الشعراوي بعد صلاه الجمعه مثلا، ده شيء مقدس في البيوت من واحنا صغيرين وما زال حتى اليوم يعني. هل كنتوا في وقت من الاوقات بتجتمعوا معاه تسمعوا الخواطر دي بعد صلاه الجمعه؟ كان بيشوف الخواطر دي ازاي وانتوا قاعدين بتتفرجوا او بتسمعوا هذه الخواطر معاه؟ طبعا كان بتصادف ان احنا يعني نتفرج مع بعض عليها. طبعا انما يعني انما كحضور معاه في التسجيل وكده لا يعني ما حصلت مره واحده في البيت بس يعني. في جده وانتوا في البيت كده قاعدين بعد البيت الصلاه. في البيت كان كان لا كان بيتفرج نقعد نشوف الحلقه ونتفرج ويشوف انفعالاتنا يعني فهمنا، خاصه لما كنا صغيرين فهمنا ما فهمناش كلام يعني كده يعني. طيب من اكتر المواقف مثلا اللي حضرتك عشتيها مع فضل الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه واللي حسيت ان هو اتاثر بيها قوي او اثرت فيه كموقف كحادثه كامر ما يعني؟ والله يعني لا حاجات كتير يعني. اكتر حاجه كانت ايه اصلا؟ ممكن وفاه حد مثلا قريب، ممكن ميلاد الاحفاد ده كان بيبقى حاجه سعيده والله بالنسبه له جدا يعني. يعني كانت من الحاجات اللي بتفرح. تجمع العيله في مناسبه، في رمضان، في فرح، في عيد، الحاجات دي طبعا من الحاجات اللي كانت المواقف اللي كان بيبقى هو يعني. طيب
في عدد من مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي فيها بعض السادة الأفاضل يعني بيحكوا عن اللحظات الأخيرة لرحيل فضيلة الشيخ الشعراوي، وأنه طلب من الناس أنها تخرج، وبعد كده دخل أحد الأبناء عليه فوجدوا أنه هو بيتحدث إلى شخص غائب، فمن الكلام عرف أن هذا الشخص اللي بيرحب بفضيلة الإمام هو الرسول عليه الصلاة والسلام، كان بيستقبله قبل أن تصعد روحه إلى بارئها. هل هذا الفيديو صحيح وهذا ما حدث في لحظات الوفاة؟ هو ده يعني، هو أنا ما كنتش حاضرة لحظة الوفاة طبعا، بس يعني كنا بنسمع منه إنه هو بيشوف بس قبل الوفاة، إنما صراحة ساعة الوفاة أنا ما كنتش متواجدة الحقيقة يعني. لا ما سمعتيش مثلا من حد من الخلان مثلا إن هو ده حصل ساعة الوفاة؟ سمعت من ماما، من ماما من خاله، سمعت يعني، بس أنا يعني أنا ما كنتش ما شفتيش موجودة طبعا الحقيقة. ده طبعا مفهوم طبعا، ولكن سمعتي الموقف ده إنه حصل يعني. سمعت من والدتي ومن خالي كده. طيب بما وصى ده سؤال اخير، بما وصى الشيخ الشعراوي ابنائه واحفاده؟ وصاهم يعني ان يكونوا مترابطين مع بعض طبعا بتقوى الله، وان هما يعني الترابط اهم حاجه. الترابط صحيح. أنا شاكر جدا لحضرتك وجودك معانا، رحمة الله على فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، شكرا جزيلا. حفيدته الأستاذة فاطمة عصام، شكرا جزيلا لحضرتك.